شرفنا اليوم الرادود الملة محمد الحلفي، اهلا وسهلا بك ملة. حبيبي كل الهلا بيك واهلا وسهلا بكم وشكرا لكم لحسن الضيافة، الله يوفقكم ان شاء الله. طبعا من مؤسسة زهير العطاني للتصوير، نسأل الله لهم التوفيق والنجاح الدائم بحق محمد وعلى محمد. اخوكم المنشد محمد الحلفي. البجي من فارق عيوني من حالي ولا مل يا زينب ايدك وصوتك ايدك ايدك الوادم الوادم ستة شارع يجيها الليل تعد الليل الونسة الوادم الوادم فاغ الليل تعد الليل الونسة ونشتملي كمن غار يجوي يروح من نفسه بعد يا زوار خلي نشيع الكرب يا زوار خطوات الجدم محسوبة بالثمار هي الغربة لا غربة صيح يا زوار خلي شيع الكرم يا زوار خطوات الجدم محسوبة بالثمار هي هي الغربة لا مغربة الدار هي الغربة لا مغربة الزوار يا زوار خلي شيع الكرم يا زوار خطوات الجدم خطوات الجدم محسوبة والجمعة كان آخر فرض والسم شاب وريده اي والجمعة كان آخر فرض والسم شاب وريده بالسجود خلص عمره يا شيعة بالسجود مسموم وهلا كانوا ما يدرون حماري الأربعة وسفل يشيكون يا زوار خلي شيع الكظم يا زوار خطوات خطوات الجدم محسوبة هي الغربة لا مغربة الدار هي الغربة لا مغربة الدار زوار يا زوار خلي شيع الكظم يا زوار خطوات الجدم محسوبة هي الغربة هي الغربة لا مغربة الدار هي الغربة لا مغربة الدار وقت الفرج ما ناطرة يعلم وكيت مماته للحبيب والمخلص عباس الموالي وقت الفرج ما ناطرة يعلم وكيت مماته مو بس هلين حمى وبعد حتى الغوي ونسماته كان الظلام يسامره يبسم ضوي
وجناته كم مرة خذ نور الشمس من عاشرة حياته بالعيون حمل الظلمة لعيون نور محول الظلمة بالعيون والقلم ولا مسجون يدرح باب على الموعد يتالون يدرح باب على الموعد يتالون يا زوار يا زوار خلي خلي شيع القلم يا زوار صيح يا زوار خلي شيع القلم يا زوار خبرات الجد محسوبة من بلا كلام بلا كلام بلا كلام ملطم 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 أي فوق الجسور بجنازته بلوعتي المحاجر كان الحسين بطيحته من داسته الحوافر عالغبر ظلت جفته قول عالغبر الله بيك.